25 يوليو سنة 1953، في مثل هذا اليوم المشرق الوضاء من عام مضى، رفعت مصر قبضتها القوية وهوت بها باسم الشعب فوق رؤوس الطغاة، وبدأت تاريخا جديدا في أرض الآباء والأجداد، في أرض النبوة والرسالات، أرض الوطن العزيز المفدى مصر. ها هي ذي اليوم تودع في سجل الخلود عاما كان رحيما بنا، تتقدمه عناية الله ساعية بين يديه، وسيظل هذا العام على مدى الأحقاب والسنين أمجد عام في حياة مصر العظمى. وتلك هي مصر تستقبل عاما جديدا أشد ما تكون إيمانا بنفسها، وأصح ما تكون عزما على مواصلة الجهاد والكفاح في سبيل حريتها التامة الكاملة. إنها تحتفل اليوم بمضي هذا العام احتفالا يشهده العالم، ممثلا في رجال صحافته جاءوا ليشهدوا مصر الحديثة وليتعرفوا على رئيس جمهوريتها وزملائه الأحرار الذين حطموا الظلم والطغيان وأعادوا إلى مصر الطمأنينة والسكينة. وقد استقبل الرئيس ضيوفه في نادي ضباط الجيش بالزمالك، وحضر هذا الاستقبال البكباشا جمال عبد الناصر واللواء عبد الحكيم عامر والساق صلاح سالم. وعلى سطح النادي أقيمت حفلة الشاي للضيوف. وقد قلد الرئيس خلال هذا الحفل أكبر نيشان في الأرجنتين هدية من رئيسها بيرون. ثم عقد اجتماع صحفي رد فيه الرئيس على ممثل الصحافة العالمية، فقال إن أهم الأعمال التي قامت بها الحركة هو قانون الإصلاح الزراعي، لأنه يقضي على الفروق الشاسعة بين طبقات الشعب. وقال الرئيس عن مشكلة الجلاء إن القوات البريطانية لا حق لها في أن توجد في القنال. وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى ميدان التحرير، فاستقبلته مصر متجمعة في هذا الميدان بالهتاف والتكبير والدعاء، وصدحت الموسيقى بالسلام الجمهوري. وتصدر الرئيس المنصة يحيط به البكباشا جمال عبد الناصر واللواء عبد الحكيم عامر والسادة أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء وكبار، واستعرض القوات المصطفة في ميدان التحرير. وشهد هذا العرض كثير من إخواننا أهل الجنوب الذين دعتهم مصر لمشاركتها في عيدها القومي. كما دعي أيضا كثير من رجال الصحافة الأجنبية الذين جلسوا بجوار وفود الأقطار الشقيقة. واستقل الرئيس سيارة مكشوفة وفي رفقته القائد العام، واستعرض القوات المصطفة في ميدان التحرير. ثم وقف الرئيس وخاطب الشعب بعد عام على قيام الثورة، فقال: أيها الشعب المصري، قسما بتراثك الديني الروحي الذي تبلورت فيه رسالة موسى وعيسى ومحمد، قسما بهذا التراث لنناهضن حكم الفرد وطغيان السلطة وجور الحكومة، ولنجعلن حكم الشعب للشعب حتى يعتبر كل مواطن نفسه رعية وراعيا تحت راية الجمهورية التي أعلنت باسمه. قسما بهذا التراث لنحشدن كل القوى ولنجمعن كل الشعب في ظل راية جمهوريتنا الفتية التي ستمضي بإذن الله قدما نحو مجد هذه الأمة وشرفها وعزها. وبعد انتهاء الرئيس من خطابه بدأ العرض العسكري الكبير. سلاح الفرسان شعاره النصر او الموت، قوات الهجانة على ظهور الجمال انهم ابطال الصحراء، الموسيقات، حملة الاعلام، طلبة الكليات الثلاث الحربية والبحرية والطيران، عماد الجيل وعدة المستقبل،
توالت فرق تمثل مختلف أسلحة الجيش. إنهم جنود جيش مصر الباسل، الجيش الذي دفع مصر من الخلف إلى الأمام وأخرجها من القبر إلى الصدر، الجيش الذي خلصها من الفساد والاستبداد، الجيش الذي سيرد لمصر حريتها كاملة من غاصبيها. إننا لا نطلب مستحيلا، ولا نريد اغتصابا، ولا نبغي اعتداء. إننا نريد استرجاع حريتنا كاملة، ولقد سرنا بالفعل في طريق التحرير والخلاص، وسنمضي فيه إلى نهايته حتى نضع بلادنا في المكان اللائق بها تحت الشمس. إنها إرادتنا، إرادة الشعب، وإرادة الشعب من إرادة الله. صار ركب آخر من ركاب الخير والديمقراطية، توجه البكباشا جمال عبد الناصر وفي رفقته من أعضاء مجلس الثورة السادة جمال سالم، عبد اللطيف بغدادي، وحسين الشافعي، وكمال الدين حسين، توجهوا إلى بلدتي دميرة والزعفران ليوزعوا أيضا عقود تمليك الأراضي على صغار المزارعين. وكان يوما مشهودا في تاريخ مصر، فقد أصبح عبيد الأرض سادتها. وفي صباح اليوم الثاني شهد الرئيس وأعضاء مجلس الثورة والوزراء وضيوف مصر عرضا للكليات العسكرية الثلاث. إنها قوات الشباب، الشباب الحر، عمود الوطن ووقوده الحي إلى البعث وإلى الكفاح والبناء. طلبة الكليات العسكرية الثلاث، الحربية والبحرية والطيران. صارت قوات رمزية تمثل وحدات الجيش المختلفة. وتلتها فرق الجوالة والكشافة من مصرية وسودانية وعربية وأجنبية. ذلك مر فريق آخر من شباب مصر الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى. إنهم الأحرار الأباة من أبناء الوادي الأخضر الخصيب، الذين آلوا على أنفسهم أن يعدوا العدة ليتقدموا الصفوف ويبذلوا أرواحهم فداء للوطن وتطهيره من المستعمر الغاصب. لقد آمنوا بحق أوطانهم في الحرية والكرامة والاستقلال، وأقسموا على النصر أو الفناء.